أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر إلى أن تكون القمة الإفريقية المقبلة التي تستضيفها غينيا الاستوائية بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون بين الشعوب والدول الإفريقية، مضيفا أن مصر تأمل في أن تكون القمة بداية لتعاون مثمر على الرغم من الأحداث التي أدت إلى تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي. كان شكري قد وصل اليوم على رأس الوفد المصري إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك تمهيدا لحضور اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي المقرر انطلاقها اليوم ولمدة يومين تحضيرا للقمة الإفريقية التي سيرأس وفد مصر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي الخميس والجمعة المقبلين.